السلام عليكم يا اخوان، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم جبنا لكم الحلقة رقم 18 من تختيم ريزيدنت ايفل. طبعا اللي سأل صوتي ليش كذا، يعني يمكن مختلف في الجن، هو اكيد مختلف في الجن، يعني ما هو مختلف، بس سبب انه توني صاحي من النوم. ما تلقون شخصية وما تلقون صوت لكم جاهز، ما في استغفر الله. هذا بس قمت كذا الحمد لله مروق كذا مبسوط فصورت. هذا نظامي الطبيعي ترى يا اخوان، ما عندي وقت مكتوب نفسي كذا جاهز التصوير على طول. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? Yes, gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the Ojisco boys on the road in the town. Things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a cornered tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. You lost your minds. You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course. Oh. It's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. He ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot a lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. طيب بقول لك وش صار في الحوار ذاك. المختصر بالمختصر مايكا حدد لقاء مع كولم دريسكول اللي هو عدونا اللدود، يعني لو شفنا بعض من الذابح. فحدد اللقاء او كولم حدد اللقاء مع مايكا عشان يسوون هدنة هو وعصابة دوتش. يصير يعني احنا والدريسكول يكون بيننا هدنة وما عاد نتحارب خلاص. شو اسمه دوتش ما عجب الموضوع، قال يمكن يكون يعني ما يبغى يكون هذا الشيء موجود. وقال هوزاي، قال انه هذا يمكن يكون فخ، وحتى ارثر قال يمكن هذا يكون فخ. فدتش وافق الراي، قال ايه يعني يمكن يكون فخ. قال مايكا اذا كان فخ فانت يا ارثر بتحميني سواء كان فخ ولا لا، يعني انت بتحميني من منطقة بعيدة. ودتش ومايكا هم اللي قابلون كولم، وارثر ما حد يدفع عنه عشان اذا كان فخ ولا شيء يتصدى لهم يحميهم. ودتش قال انه ترى كولم قد قتل، انا قد قتلت اخوه وهو قد قتل حبيبتي. بس قال له مايك انه هذا انت نفس ما قلت يا دتش، هذا اللي صار من يعني من وقت قديم، يعني خلاص حان وقت الهجمه يعني. وافق يعني على الخطة دي المرسومة. We got you.
شوف وثق كيف نقول احنا بنكون تمام لانه انت معانا. يعني انا احمي ظهورهم. اوكي هذول هم بس ترى الخطة فيها من maybe he's right Dutch maybe I have pushed too hard ممكن اسحب على الباماك من ترى الموظفين مخاطر كبير جدا اصابت لدرسكول ترى عددهم كبير جدا ما نسمح انه نطلع احنا الثلاثه بس ونروح نقابلهم ومفترض حتى يعني نطلع معانا ناس من اصابع وخلي بيرسون والبنات يحرصون الاصابه لانهم يعرفون ترى يستخدمون الاسلحه حد يحسب انه البنات حتى ما يكونوا يستخدمون الاسلحه يعرفون بس اذا الرجال موجودين خلاص يعني ما يحتاج في عندكم بيرسون يستخدم سلاح في ذيك ال شو اسمه الحرمة ذيك نسيت جيم شو يب جيم شو تعرف تستخدم الأسلحة وسيدي تعرف تستخدم الأسلحة كيرن تعرف تستخدم الأسلحة كلهم يعرفون يستخدمون الأسلحة يا أخوان ولا كان طلعنا حنا وخافير وشارلز ومايكل داك بس يعني كان طلعنا خمسة أشخاص يروحون الاثنين ذولا يقابلونه وأنا والعيال نحميهم من فوق ثلاثة فوق واثنين تحت احتياط فقط يعني لأنه هذه الأمور فيها مخاطرة يعني ثلاثة أشخاص أوكي قال لي خلاص بنشترك من هنا احنا بنروح ننزل تحت نقابله وانت اطلع فوق الجبل وراقبه وراقب بدقة يعني خلي عيونك مفتوحة اي شيء يعني حولنا حوالينا انه بيتقابلون الناس ما انتم شايفين في منطقة مفتوحة اطول السنايبر حقي يعني براقبهم بالسنايبر يعني عشان اي شيء يصير ولا شيء لا سمح الله لان انا صدع لهم بس خلص ترى يمكن يكون بيحد في الجبل ذا اللي قدام اللي تشوفونه اوكي هذا دوج هذا مايك وين لو درسكول يا حبيب ايه هذا لو درسكول شوفوا لو درسكول كانوا اربع اشخاص ها صاروا ثلاثة هذا دل على ايش دل على انه حتى هو حط ناس يحمونه او شيء How's your gang doing? They still believe it in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? قال له كيف السرقة اللي صارت كثير من قال له ايه تحدي يعني قصدنا هذا صار كثير lot of heat on us this time ترى داتش يوم كان في عصابة الودرسكول ترى كان هو العقل المتذكر يعني كان أذكى من الحمار ذا الودرسكول أنا أسف شعر أخوك يقول أنت ما هو ما عجب كثير قال أنا عجبتني أنيبل لي حبيبي I like that about you. What are we doing here? Go on. Is this thing over? شفت قلت لك في شخص قلت لكم نفق وقال له مرة نفق وشان صدق هذا كله من مين؟ من غبي مايكل. Handing him over to the lords. I don't know. Strange times.
They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella cool and fried, we can draw them all back. True. Where'd Coleman? He's escaping! Shoot him! Oh, Gawatoni. True, put it to him. Did I kill you? قال له قتلتك؟ قال له لا باقي. والله فنشك هذا الأرثر حتى هو مميز حالته هذا. لا كويس حي. أنا على ظهر حصان على هذا الانعكاس حقنا طل. يقولوا خيرا نحط الأسلحة هناك. شكرا بصادر أسحج الكلاب. قلع الله ذلك يجي. قلوا نحطينه كابو قاعد يأكل في الحياة. بدي أعرف مقرب الرئيسي وين. ترى يعرفنا ويعرف العصابة كاملة. يقول شكتل طبعا الكلب شفت ايش قال. قال ايش قاعد تسوي هنا يا ارثر؟ يعني تجري في المناطق هذه او تتجول في المناطق هذه مع الداتش القديم الداتش الشايب باختصار. قال له يمديك تجي معايا بعطيك فلوس. قال له ارثر قال له الموضوع ما تعلق بالفلوس يا كول. لو انا كنت مكانك كان اخذت الفلوس اللي معك وشرت. يعني لانه من جد ترى الموضوع ما يتعلق بالفلوس من ناحيه ارثر والعصابه. لا مو هم قاعدين في العصابه عشان الفلوس حق الدج عشان السرقات. لا انت ارشح كذا عشان ناخذ سكين لانهم لو قاعدين عشان الفلوس. اوكي كويس فكره. لو انهم قاعدين عشان الفلوس كانوا طلعوا من زمان. كان بعد كم سرقه بنك خلاص طلعوا وشردوا. بس هم لا مو عشان الفلوس عشان الولاء. عشان ديتش رد لهم جميل سوى جميل هم يبون يردوا معه. اوكي قاعدين نكوي الجرح يا اخوان ترى هذا شيء حقيقي انه ما يجري نكوي الجرح كذا عشان يوقف النتيجة. يعني لازم تكوي بشيء حار. يبي يحط بارود عشان يشتعل البارود ويقفل الجرح كامل. شوت يور هول
فتاة من المكسيك. يعني حراس وسكارة يخبك ام الغباء. عيل ايش الغباء اللي فيكم ذا؟ يقول ايش بقى جاي يسوي تحت؟ ترى الايم يا اخوان انا افضل اني اروح اطعن. ليه؟ لانه الايم ترى يلعب لعب. شوف الطاقات كيف كلها حمراء فما يصلح. حتى ارسل شوفوا كيف ما في حيل يمسك ويطعن. مدري هي الاسلحه حقتي. انا رح تاخذ الاسلحه بس يعني جايين عشان الاسلحه والاغراض حقتي. ما بواجههم لانه شوف طاقات اقرب كيف معدوم ومعدوم ومعدوم ومطا والدنيا. شوف حتى ملابس كيف ترى عندهم. هذه كانت ملابس داخلية ايام زمان. هاي بيجامة اللي تحت في اللبس اللي تلبس عندهم. شوفوا كيف الحراس. يو رب رحمتك ايش هذا؟ ننزل من هنا عشان ما يشوفوني. يخرب بيت كذا يا شيخ حراس. شوف كيف من كل مكان تمشي قوي. احنا رايحين لهم بس بكم بثلاث اشخاص. حسبي الله. شوف كيف الحراس كله عشان ارضه. لانه حتى كلهم ترى مو مسلمين بارثر. قال له يا ارثر انت السلاح قوي. يعني يعرف انه ارثر قوي. هو قال له صار اديني المنزل او الديار. يعني ترى هذا فعلا الشيء اللي صار. الحصان اذا شاف راعي صار له مصيبة او شيء لا سمح الله ياخذوا علين المنطقة اللي ركبوا منها او المنطقة اللي عايش فيها الحصان. مثلا يعني لو انت عندك اسطبل معين خلاص الحصان هذا يوديك علين عند الاسطبل او يروح علين عند الاسطبل اذا انت طلعت من فوقه ويحاول يلمح الناس انهم تعالوا الحقوني راعية صار له شيء ويجيبه ملين عندك. ترى الخيل وفي وفي ما يرضى على صاحبه ابدا. المهم حتى ذا هدد كولن. قال له انا كذا. قال له انت يا مدك هدد كولن. قال له انت يا كولن تراك مشكلة كبيرة. شوف My dear boy, what? قال لي قلت لك من فرق هذاك. خطفوني وشرك. نعم خطف عليك. Of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson, Mr. Morgan, you're safe now. كيف كلهم خايفين علي؟ يا الله. والله أعرف المفروض هو زعيم. You are safe now, Arthur. والله شوفوا كيف كله غير عالي. شخصية محبوبة. أنا في المنزل. حسبي الله عليك. يا ذي. يا اخوان هذه ترى رمزيات لازم يعني اللي يعرف اللعبه يعرف هذا ايش معناها باختصار. يعني بشرح لك مين لان ترى ما تشرح هذه. يعني ما في شيء يشرحها باللعبه. هي في حيوانين في غزال وفي ذيب. وتطلع هذه الرمزات نفس نفس كذا ما ادري بس نفس الرؤيه تطلع على حسب الشرف اللي قلت لك عنه. يا شوف شعره طويل تدقنه كيف. About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. شعره طويل. You too. ترى بخلي شعره طويل. الدقن يعني عادي العب فيه بقى انقصه وزيد كثير.
شوف السكسوك كيف طالع بس شعره طويل. لا انا افضل شعر طويل على ارضه. المهم يا اخوان نفس ما قلت لكم شفتوا الغزال يرمز الى انه ارثر طيب. شوف الشرب هذا اللي تحت اذا كان البار ذا اللي تحت ابيض بيكون بيطلع لي غزال في الرؤية. اذا كان سحبت على ديك اذا كان يطلع لي اسود مين اذا كان يطلع لي ديب يعني انه انا عطبه للاسف. يبغى يشتغل على الشرف يعني لو انه ارثر شرير مو عاطفة يعني بشكل صح. خليه تكتوك انا ودي خليه تكتوك من زمان. هذا تعال صوت معي دش ارجوك. That's all. You're coming for me, right, Dutch? Of course, son. قال له Dutch انت كنت جاي عشاني صح؟ قال له صح يا ولد. الله سهل منك ان شاء الله. بديت تشك فيك. خلينا نسوي لنا لبس. حط هذا. شيل الماسك هذا البيض فندانج شيله اقول اشيله والقلب كمان يشال جلوس. هذا جلوس في هذا حق ارثر وفي بدون خلو بدون ونسوي هذا كذا احلى يب كذا احلى يا اخوان. صحتي مضبوط كل شيء مضبوط الحمد لله. خليني نشوف مكان ومرحلة. اوكي هذه مرحلة في بلين ياباني. نشوف يب بل ويليامسون اصلا مكتوب عليها بل ويليامسون. فنروح نشوف ايش يبغاني مرحلة. وهو زاي تو ترى قاعد يكلم ليني ويقول له اعتذر للي حصل لجيني. جيني طبعا حبيبة ليني اللي مات في بلاك ووتر وتو يعتذر. شوفوا متى بس ترى من حقه ترى العصابة انه تو يفتكرون امور صارت في بلاك ووتر او يذكرونه او يعتذرونه او يقولوا له شيء. انه تخيل انك انت مطارد من الشرطة لمدة شهور وقاعدين يموتون الناس وما ادري ايه. انت قادر ترتاح ومتى قادر تستقر وتسولف حتى مع اعضاء العصابة. كل سوالفكم كيف تجمعون فلوس وكيف تهربون وكيف زي كذا. فمن حقه انه تو يتذكر انه حبيبة ليني ماتت ويتذكر انه يعزي فيها تقريبا. مو قاعد يعزي عشان نفس التعزية عندنا بس هم هناك ما يعزون لا يقولون اسف عشان مات كثير. ما ادري ايش دخلهم يتعزمون بس يعني يلا على الاقل انهم قالوا شيء صح ولا لا. عندنا هنا مسلمين يا شيخ صبر الله مو الكل يعني البعض. الله يكفيهم. اوه مايك موجود. شلون شوفوا الشبيبة كلهم رزي. Been waiting for you, Arthur. يقول انتظرت من زمان. Come on, let's get going. What's the plan? We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them and their pain. اوكي يقول عائلة الجري يبون نحميهم عند الصالون البار. قال احنا سرقنا لهم احسن ايش يبون. قال لازم نقعد معاهم عشان هم يقتلون. قال هل يمديكم تثقون فيهم؟ They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so. لأن إحنا ترى سرقنا نحن نتوقع إن سرقناه منهم. Listen,
رحنا بعناها بنفسنا المفروض منها. والله ما ادري بصراحة، ماني متأكد من هذا الموضوع. But instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right. I could have told you. يا رب يكفي المقطع ذا اللي كله مصايب. يا راسه كيف انفجر. يا كلاب. طلع فخ. يلا يكمل يجري. فخ مسوي معي في الجري الله لا يوفقك. قاعد يعاقبهم. قال كيف تكتبت انه مهد فخ يا حميد؟ قال ترى من جد المفروض ياخذون الحيطه والحذر. طيب ما عنده الا هذه كلمه يقول اذا علي بقتل كل المدينه. ترى جمعوا اللي فيها في هذه المرحله. عندكم بل ايمو جميل وارثر سريع في حمل السلاح ومايكل كمان ترى سريع في الطلق. يمكن اسرع واحد في اللعبه يطلق ولكن مو دقيق اللي محدد. ما اقصد انه اسرع واحد يحمل السلاح، لا اقصد اسرع واحد معدل الطلق عنده سريع. يعني يطلق طلقات كثيرة في لحظة ما. شخصين لوت مهلة عشان نهتم. كابل تكشن؟ لا كاربون ريبيت طيب الهم. كيف فارد ولا كأنه ما شوي أنا. خلو شون معانا في العصابة من زمان. أصلا أول ما تشوفه كيف زعل أرض. قال لهم كيف يا حمير ما. قلتوا بل قالوا لا يا الله يا الله ايش هذا ولا لا. قاعد يهرب. تعال وينك؟ تعال يا كلب. شردوا. قالوا هذول تقريبا اغلبهم. قال مو كلهم. هو قاعد يهزون شير لي ويطلع. زعب الجو يرمي. قاعد يقول يعني تحسبوني ما ادري ايش سويت وما ادري ايه وما ادري ايه. هاي مدينة جريز. طيب اذا ما محيتك انت واهلك يا ابن ال. دي. قال اشوف كل الجريز تركوه كنا. خاطف بل يهددون. تدري اني حروح اثنين رهاين. تمام أبو بالشغل. شوفوا كيف سلمني مهمة اني احرر داتش مين؟ بيل هو خلص على الاثنين ذولي. شفت كيف محطهم؟ اصابتهم ترى كويسة في الطلق. فصل عليهم. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about.
You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on, what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowboy. قال له انت يمديك تقاتل بس ما يمديك تفكر يا عرضه. قال له انت ما يمديك تسوي الاثنين. قال له ابوك ابغى اكلمك شويتين. والله انه مغري امجي. شوف سوينا مجزره في مدينه رود ومات من عندنا شون. يا الله خلاص ترى الموضوع يحزن اخوان. ما تموت وحزين لانه دايم للاسف متهور كمان هو. يا الله جوار حزين لو السكسوكه ذي حقته وخر هذا الشارخ يشوفه جار. يا الله وخر هلا نشوف جار يا ولد. شوفوا كيف سكسوكة ما ادري ليه احس اي واحد يحط سكسوكة على واحد يعني يربي سكسوكة وكذا يكون وضعه غريب. مو وضع غريب يعني في شيء لا بس احس كذا دائما يكون راعي مصايب. فبس يا اخوان اللي انتهى مقطعنا لا تنسوا اللايك والاشتراك. والمقطع والله كان مليء بالحزن والمصايب. ارثر خطف وشون مات وخربناه في رود اونلاين. المهم شكرا لكم على المشاهده ولا تنسوا اللايك والاشتراك ومع السلامه.